أهلا بكم في قناة العالمي، الاختبار التجريبي السادس في أسئلة المعلومات العامة والثقافية، والتي تأتي منها أسئلة في امتحانات مسابقة 30,000 معلم. سؤال رقم 1: أين تقع فنزويلا؟ قارة أفريقيا، قارة آسيا، قارة أمريكا الشمالية، قارة أمريكا الجنوبية؟ الإجابة هي قارة أمريكا الجنوبية. سؤال رقم 2: ما هي الدولة التي يوجد بها هيئة مماثلة لمكافحة الفساد؟ المغرب، الجزائر، تونس، مصر؟ الإجابة هي المغرب. سؤال رقم 3: رئيس جامعة الدول العربية الحالي: عمرو موسى، أحمد أبو الغيط، نبيل العربي، عبد الرحمن عزام؟ الإجابة هي أحمد أبو الغيط. سؤال رقم 4: من هو رئيس البنك المركزي المصري الحالي؟ فاروق العقدة، حسن عبد الله، طارق عامر، هشام رامز؟ الإجابة هي حسن عبد الله. سؤال رقم 5: الأمين العام للأمم المتحدة الحالي: أنطونيو غوتريس، بطرس غالي، كوفي أنان، بان كي مون؟ الإجابة هي أنطونيو غوتريس. سؤال رقم 6: أول عملة رقمية على الإنترنت هي البيتكوين، صح ولا خطأ؟ الإجابة صح. سؤال رقم 7: الخفاش حيوان ليلي، صح ولا خطأ؟ الإجابة صح. سؤال رقم 8: معبد أبو سمبل في القاهرة، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ. التصحيح: معبد أبو سمبل في أسوان. سؤال رقم 9: ثاني أكبر مشروع تنموي عمراني سياحي في مصر: العاصمة الإدارية، منتجع الجلالة، مدينة العالمين، مدينة العاشر من رمضان؟ الإجابة هي منتجع الجلالة. سؤال رقم 10: كتاب جمال حمدان: تاريخ مصر، العقد الفريد، شخصية مصر، الحرب والسلام؟ الإجابة هي شخصية مصر. سؤال رقم 11: أين تقع الهند؟ قارة أفريقيا، قارة آسيا، قارة أمريكا الشمالية، قارة أمريكا الجنوبية؟ الإجابة هي قارة آسيا. سؤال رقم 12: عاصمة أمريكا: نيويورك، واشنطن، شيكاغو، لوس أنجلوس؟ الإجابة هي واشنطن. سؤال رقم 13: أين يوجد برج إيفل؟ مارسيليا، ليون، مدريد، باريس؟ الإجابة هي باريس، بدولة فرنسا. سؤال رقم 14: مضيق جبل طارق يفصل بين قارة أفريقيا وأوروبا، أفريقيا وأسيا، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، أفريقيا وأمريكا الجنوبية؟ الإجابة هي أفريقيا وأوروبا. سؤال رقم 15: أطول أنهار العالم: نهر الأمازون، نهر الراين، نهر النيل، نهر دجلة والفرات؟ الإجابة هي نهر النيل. سؤال رقم 16: أكبر كنيسة في العالم: كاتدرائية القديس بطرس، كاتدرائية ميلاد المسيح، الكنيسة المعلقة، الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية؟ الإجابة هي كاتدرائية القديس بطرس. سؤال رقم 17: أول خط سكة حديد في مصر: القاهرة الأقصر، القاهرة الإسكندرية، القاهرة السويس، القاهرة أسوان؟ الإجابة هي القاهرة الإسكندرية. سؤال رقم 18: مكتشف قانون الطف: أرشميدس، صح ولا خطأ؟ الإجابة صح. سؤال رقم 19: طول برج القاهرة كم متر؟ 187، 200، 250، 287؟ الإجابة هي 187 متر. سؤال رقم 20: ثاني أكبر القارات مساحة: أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أفريقيا، آسيا؟ الإجابة هي قارة أفريقيا. سؤال رقم 21: المحيط الأطلنطي مياهه عذبة، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ. التصحيح: مياهه مالحة. سؤال رقم 22: مخترع علم الوراثة: جرجول مندل، صح ولا خطأ؟ الإجابة صح. سؤال رقم 23: اتفاقية القويز بين مصر وإيطاليا وأسبانيا، مصر وألمانيا والهند، مصر وإسرائيل وأمريكا، مصر والصين واليابان؟ الإجابة هي مصر وإسرائيل وأمريكا. سؤال رقم 24: اتفاقية الجاد تنص على تحقيق الحواجز الجمركية وليس إزالة كافة الحواجز، صح ولا خطأ؟ الإجابة صح. سؤال رقم 25:
حلف الناتو اللي هو حلف شمال الأطلسي تأسس سنة 1920، 1949، 1969، 1999. الإجابة هي 1949 ميلاديا. سؤال رقم 26، تقع الكنيسة المعلقة في مدينة نصر، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ، التصحيح حي مصر القديمة. سؤال رقم 27، من رسم لوحة الموناليزا؟ ليوناردو دافنشي، رامبرانت، فيرمير، بابلو بيكاسو. الإجابة هي ليوناردو دافنشي. سؤال رقم 28، متى تولى السادات الحكم؟ 1950، 1960، 1970، 1980. الإجابة هي 1970. سؤال رقم 29، عدد الدول في جامعة الدول العربية 18 دولة، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ، التصحيح 22 دولة. سؤال رقم 30، متى بدأت الثورة العربية الكبرى؟ عام 1914 ميلاديا، 1916 ميلاديا، 1918 ميلاديا، 1924 ميلاديا. الإجابة هي 1916 ميلاديا. سؤال رقم 31، البرازيل مشهورة ب البن، كرة القدم، غابات الأمازون، كل ما سبق. الإجابة هي كل ما سبق. سؤال رقم 32، ما هو أكبر مشروع تنموي عمراني سياحي في مصر؟ العاصمة الإدارية، منتجع الجلالة، مدينة العالمين، مدينة العاشر من رمضان. الإجابة هي العاصمة الإدارية. سؤال رقم 33، في أي بلد بدأت الألعاب الأولمبية؟ باريس، لندن، أثينا، أمستردام. الإجابة هي أثينا. سؤال رقم 34، الملك تحتمس الثالث هو موحد القطرين، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ، التصحيح الملك مينا هو موحد القطرين. سؤال رقم 35، من هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى؟ ابن النفيس، ويليام هارفي، جابر ابن حيان، مجد يعقوب. الإجابة هي ابن النفيس. سؤال رقم 36، من هو مكتشف الدورة الدموية الكبرى؟ ابن النفيس، ويليام هارفي، جابر ابن حيان، مجد يعقوب. الإجابة هي ويليام هارفي. سؤال رقم 37، سنة أطول نهر في العالم؟ نهر النيل، نهر الأمازون، نهر الرين، نهر دجلة والفرات. الإجابة هي نهر الأمازون. سؤال رقم 38، أكبر محافظات مصر من حيث المساحة؟ القاهرة، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ، التصحيح محافظة الوادي الجديد. سؤال رقم 39، تتعارض رؤية مصر مع التنمية المستدامة، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ، التصحيح لا تتعارض. سؤال رقم 40، طول بحيرة ناصر كم متر؟ 200، 400، 600، 800. الإجابة هي 600 متر. سؤال رقم 41، تم افتتاح السد العالي سنة 1961، 1971، 1981، 1991. الإجابة هي 1971. سؤال رقم 42، في عهد من تم تأميم قناة السويس؟ الرئيس محمد نجيب، الرئيس جمال عبد الناصر، الرئيس محمد أنور السادات، الرئيس محمد حسني مبارك. الإجابة هي الرئيس جمال عبد الناصر. سؤال رقم 43، عدد الدول الأفريقية في جامعة الدول العربية 12 دولة، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ، التصحيح 10 دول. سؤال رقم 44، نظام الحكم في المملكة المتحدة ملكي، دستوري، برلماني، صح ولا خطأ؟ الإجابة صح. سؤال رقم 45، العشرة جنيه الجديدة يوجد عليها صورة مسجد، مسجد الفتاح العليم، مسجد محمد علي، مسجد الرفاعي، مسجد أحمد ابن طولون. الإجابة هي مسجد الفتاح العليم. سؤال رقم 46، العشرين جنيه يوجد عليها صورة مسجد الفتاح العليم، مسجد محمد علي، مسجد الرفاعي، مسجد أحمد ابن طولون. الإجابة هي مسجد محمد علي. سؤال رقم 47، من هو رئيس بنك القاهرة الحالي؟ طارق عامر، طارق شوقي، طارق فايد، فاروق العقدة. الإجابة هي طارق فايد. سؤال رقم 48، علم مصر يبدأ باللون الأسود، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ، التصحيح
علم مصر يبدأ باللون الأحمر. سؤال رقم 49، أول مقبرة في التاريخ هي مقبرة زوسر، صح ولا خطأ؟ الإجابة صح. سؤال رقم 50، كم ضلع في المربع؟ 2 3 4 5، الإجابة هي 4 أضلاع. سؤال رقم 51، ما هي أكبر كنيسة في مصر؟ الكنيسة المعرقة، كاتدرائية ميلاد المسيح، كنيسة سانت تريز، الإجابة هي كاتدرائية ميلاد المسيح. سؤال رقم 52، السبورة التي تستخدم قلم رقمي هي السبورة السوداء، السبورة المغناطيسية، السبورة البيضاء، السبورة الرقمية، الإجابة هي السبورة الرقمية. سؤال رقم 53، أشهر مؤلفات أحمد شوقي، الأيام وقليلة ودمنة، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ، التصحيح أشهر مؤلفات طه حسين، الأيام وقليلة ودمنة. سؤال رقم 54، نظام الحكم الفدرالي هو نظام تقاسم السيادة في الدولة، صح ولا خطأ؟ الإجابة صح. سؤال رقم 55، أهم أعمال بطرس غالي هو الأمين العام الخامس للأمم المتحدة، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ، التصحيح الأمين العام السادس للأمم المتحدة. سؤال رقم 56، أعلى قمة جبلية في مصر، جبل الجلالة، جبل موسى، جبل الشايب، جبل سانت كاترين، الإجابة هي جبل سانت كاترين. سؤال رقم 57، أضخم مشروع في القرن العشرين، السد العالي، قناة السويس، مدينة العالمين، الإجابة هي السد العالي. سؤال رقم 58، تسمى نقط بمدينة التلال السبع، مدريد، روما، واشنطن، برازيليا، الإجابة هي روما. سؤال رقم 59، حبس لويس التاسع في دار ابن لقمان، صح ولا خطأ؟ الإجابة صح. سؤال رقم 60، أين تقع تركيا؟ آسيا وأوروبا، آسيا وأفريقيا، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، أوروبا وأمريكا الشمالية، الإجابة هي آسيا وأوروبا. سؤال رقم 61، عدد دول الاتحاد الأوروبي، 24 26 28 30، الإجابة هي 28 دولة. سؤال رقم 62، المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، صح ولا خطأ؟ الإجابة هي صح. سؤال رقم 63، المساحة الإجمالية لمصر 100,000 كيلومتر مربع، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ، التصحيح هي 1,200,000 كيلومتر مربع. سؤال رقم 64، أعلى سلسلة جبال في العالم، جبل سانت كاترين، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ، التصحيح جبال الهيمالايا. سؤال رقم 65، البنك المصري الذي استولى عليه سان باولو الإيطالي، البنك الأهلي، بنك الإسكندرية، بنك مصر، بنك ناصر، الإجابة هي بنك الإسكندرية. سؤال رقم 66، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الحالي، دكتور صالح عبد الرحمن، صالح سليم، دكتور محمد زكي أبو عامر، دكتور صفوة النحاس، الإجابة هي دكتور صالح عبد الرحمن. سؤال رقم 67، رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب، كمال الجنزوري، مصطفى مدبولي، شريف إسماعيل، الإجابة هي مصطفى مدبولي. سؤال رقم 68، أول مهندس معماري رمسيس الثاني، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ، التصحيح أم حطب. سؤال رقم 69، قصر فرساي يوجد في فرنسا، أسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، الإجابة هي فرنسا. سؤال رقم 70، عدد الولايات الأمريكية، نقط ولاية، 20 30 40 50، الإجابة هي 50. بعد كده نضغط على إرسال، نضغط على عرض النتيجة، هتظهر معانا النتيجة زي ما انتو شايفين كده. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد.